شفنا الفترة اللي فاتت تطور كبير قوي بيحصل في عالم عربيات الكهرباء، لأن هي دي بالطبع طبعا المستقبل. العالم كله رايح في اتجاه استخدام العربيات الكهربائية بدل من البنزين، بس دايما في مشكلة بتواجه الناس، مدة شحن البطارية وتمشيني كام كيلو. في سؤال كده كنت بقعد أسأله لنفسي دايما، طب لو البطارية خلصت في الطريق هعمل إيه؟ عمرك فكرت في السؤال ده يا أحمد؟ يعني أنا فكرت ولقيت الحلول موجودة على أرض الواقع، بقت المحطات الخاصة بالشحن الكهربي منتشرة الحمد لله في كل، بص ما شفتهاش في المحافظات بصراحة، يعني مش هكون يعني أكون صريح معاكي أكتر، أنا شفتها في المدن الجديدة وشفتها في أكتوبر مثلا، عندنا شفت في كل المحطات الجديدة اللي بتتعمل دلوقتي بيكون فيها جزء خاص بالشحن الكهربائي. أنا عن نفسي يعني عايزة أشوف أكتر، لكن خلونا نروح للتقرير ده يعرفنا أكتر وعن الحلول وكل حاجة ليها علاقة بالعربيات الكهربائية. تطور مذهل بيحصل في العربيات الكهرباء، وكل الشركات بتحاول إن هي تحصل على أفضل تكنولوجيا لجذب المزيد من الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية صديقة للبيئة، وخاصة فيما يتعلق بعملية شحن البطارية والمسافة اللي بتقطعها السيارة في الشحنة الواحدة. عشان كده تم ابتكار أداة لإيقاف السيارة تعمل كشاحن لاسلكي تسمى وات. الأداة دي هي مفهوم جديد بيسهل على مالك السيارات الكهربائية الاستمتاع بتجربة تنقل خالية من المتاعب في المدينة أو على الطرق السريعة، لأنه حالياً بيتعين على مالك السيارات الكهربائية توصيل منفذ الشحن يدوياً لإعادة شحن بطارية السيارة أو الانتظار في محطات الشحن لفترات طويلة. وعشان كده فإن إمكانية الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية أثناء وقوفها بتمثل نقلة كبيرة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وبتلغي الحاجة لإنشاء بنية تحتية منفصلة لمحطات الشحن في المدن والطرق السريعة. المنتج الجديد بيأتي مع تطبيق مصاحب لبدء دورة الشحن بمجرد إيقاف السيارة في الموقف، وممكن كمان تتبع مستويات الشحن الحالية ووقت الشحن الكامل والمقاييس الأخرى عبر الهاتف أثناء التسوق. عارف كمان يا احمد العربيات الكهربائيه بتتمتع بحاجه لذيذه قوي فيها، هي في البادي بتاعها او جسمها نفسه، ان هي دايما بتبقى مختلفه، دايما ببانها يمكن بتتفتح ساعات في كتير من الانواع بتاعتها بتتفتح لفوق واشكال منها بتبقى لذيذه. غير بقى التنوع والشكل، انا عارف انتوا بتحبوا الشكل اهم حاجه، لكن هي عربيه عمليه جدا، لان مش فكره كمان ان انا لازم اكون في محطات يعني خاصه بالشحن الكهربائي ليها، لان هي ليها نوعين من الشحن، اللي أنا أشحن في محطة موجودة في محافظات أو في الشوارع المختلفة، وفي نوع آخر الشحن المنزلي. في حاجة بقى جديدة اللي أنت ممكن تركب وحدة شحن سريع، الشحن المنزلي في الفيشة العادية بتاعت كهربة البيت بتاخد تقريباً 10 ساعات علشان تتشحن، لكن وحدة الشحن السريع دي اللي بتركبها أو بتنفذها عندك في البيت بتخليها تتشحن في ساعتين فقط. في كمان حاجه جديده بوت كده اخترعوه، ان هي زي وحده الشحن اللي انت بتقول عليها دي، شبه دراع الروبوت، شكلها كمان حلو قوي. ده الشكل يعني.